عن التساهل في الفتوى، حيث أنني لاحظت أن البعض من الإخوة هداهم الله في المجالس وفي الأماكن العامة حينما يسأل أحدهم عن حال أو أمر معين، إما أن يذهب إلى الإنترنت أو يقول أنا سمعت فتوى من هذا أو ذاك، وللأسف أنهم لا يعلمون بأن الفتوى تكون أحيانا بحال السائل ووضعه وطبيعة سؤاله. الفتوى من القول على الله، هي توقيع عن الله، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالفتوى توقيع عن الله أنه أحل كذا أو حرم كذا. الله جل وعلا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالفتوى قول على الله، فإن كان ينقل فتوى صحيحة من الكتاب والسنة وعن أهل العلم متأكد منها ويفهمها فلا بأس بذلك، هذا من تبليغ العلم. وأما مجرد كل ما سمع يقول سمعت كذا وكذا، وقد يكون الفتوى قد تكون الفتوى خطأ وصدرت ممن لا يحسن الفتوى، فلا يستعجل بهذه الأمور. الفتوى الشخصية لا بأس أن يفتي من سأله أو من لاحظ عليه إذا كان عنده علم، وأما الفتوى في الأمور العامة والنوازل فهذه ترسل إلى الإفتاء، إلى دار الإفتاء ليتولوا الإجابة عنها. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فترد الفتاوى العامة والنوازل إلى الإفتاء المعتمد، ولا يسأل عنها كل أحد ولا يتدخل فيها كل أحد. نعم.